هذا سائل يقول: هل يصح أن يقال أن صفات الله الفعلية كالمجيء والنزول والاستواء أنها غير أزلية؟ يا إخوان لا تحدثوا شيئا من عندكم ولا مسائل من عندكم، اتبعوا من سبقوا من أهل السنة والجماعة، وكتب العقيدة مدونة ومحررة ولله الحمد، اقرأوها وتمشأوا عليها، امشوا عليها، اتركوا هذه الأسئلة. العقيدة مخلوص منها، محررة، مجمع عليها، وهي توقيفية، ما هي في الاجتهاد ولا في تقليد فلان وعلان. نعم.